وزير خارجيه امريكا. نعم. وقال فيها كل اللي احنا عايزينه على مياه بيضاء قدام العالم كله. كويس. امن مصر خط احمر. نعم. حدودنا لن يتخدد يعني حد يجبرنا ان احنا نتخطاها. نعم. لن نسمح بدخول الفلسطينيين على ارض مصر في سيناء. نعم. وهذا الموضوع غير مقبول. نعم. لانه يعني تصفية القضية الفلسطينية. نعم. والمشكلة اللي حصلت اكتر بقى اللي عملت كل الدوشة دي كلها. ان بلينكين جاي كان عايز عنده 50 امريكاني في غزة. وقالوا لهم اطلعوا على المعبر في مصر هتفتحوا. سيادة الرئيس قالوا لا انت عايز تدخل 50 امريكاني وفي 2.5 مليون فلسطيني ما بياكلوش. دخل المساعدات الاول انطلع دول. من هنا انت ما بقيتش بقى انت المحبوب وانت اللي بتنفذ الاوامر. تمام يا احمد. نعم. فبقيت انت انت اللي واقف. انت اللي واقف. طب نشوف بقى معلش عبوين في الاخر هنعلق. نشوف بقى النيويورك تايمز. النيويورك تايمز اللوحة التانية اللي بعدها. نعم. اللوحة التانية اللي بعدها. نعم. قالك ايه؟ ان مصر حليف سيء. تخيل. ان احنا بالنسبة لامريكا حليف سيء. يجب ان تكون المساعدة الامريكية لمصر مرتبطة بهيكلة الجيش المصري وتغيير عقيدة. هنا النقطة المهمة. هنا النقطة بتاعت المساعدات. وخليني بقى نتكلم عليها في الاخر. معلش. بعد ما نخلص الكلام ده انا عامل فقرة عشان نفهم الناس عن ايه المساعدات. وما تهمناش ما اوباما قفلها 3 سنين. موتنا ولا جوعنا? لا. طيب نتكلم. هنتكلم عنها بعدين. فضل. الحاجة التالتة قال لك الولايات المتحدة ليست بحاجة الى رشوة مصر او مكافاتها على علاقتها مع اسرائيل. نعم. قال يعني عشان احنا علاقتنا مع اسرائيل سلام. طب ما احنا ماضيين معاهدة. نعم. ومحترمينها. نعم. وكل حاجة تمام. نعم. لا مصر بقى اللي لازم امريكا ما ترشيناش. نعم. وتدينا المعونة. نعم. ده النيويورك النيويورك تايمز ودي تاني جريدة في امريكا بعد. نعم. الواشنطن بوست. نروح لـ USA Today. USA Today. نعم. USA Today من الجرائد اللي هي بتعتبر كونسيرفاتيف شويه. نعم. يعني الاولانيين دول اليهود مسيطرين. نعم. قالت لك ايه؟ امريكا ترى ان السيسي يمثل نفس الخطر الذي مثله عبد الناصر. نعم. فهو بطل شعبي يتمتع باغلبيه كاسحه، شخصيه محبوبه ومدعوم من القوات المسلحه والشرطه وجيش المخابرات. نعم. اذا النهارده بدا يحط السيسي ان هو عبد الناصر. نعم. الحاجة التانية. نعم. نحن لا نتفهم استمرار معونتنا لمصر وهي تقف امام خططنا وتقلب جميع الجيران العرب. يعني احنا بنقلب العرب. على امريكا. نعم. واحنا بنديها مساعدات. واحنا اللي واقفين قدام الخطط بتاعتها. واحنا اللي واقفين قدام بس الخطط. على فكرة دي شهادة كويسة. هنتكلم عليها بعد شوية. كله هنعلق عليه تاني يا احمد. اتفضل يا فندم. ده شرف لمصر. بالظبط كده. لا يعنينا ما جاء في كامب ديفيد. نعم. فقد فرغت من مضمونها. نعم. الجيش المصري بعتاده الصغير وطائراته في سيناء حتى الخط الاحمر. فلماذا المعونات? نعم. هنا بيقول لك تاخدوا المعونات ليه? تعال شوف الهيرالد تريبيون. هيرالد تريبيون. نعم. الجنرال طبعا كل الكلام ده هي الصحافة الامريكية بلا اسبوع من يوم اللقاء. نعم. الجنرال المصري يتخذ من امريكا مواقف من امريكا كعبد الناصر. السيسي يمثل تهديدا خطيرا لمخططات امريكا في المنطقه. نعم. احنا مالنا ومال امريكا في المنطقه. نعم. انت عايز تنقل الفلسطينيين عندنا يبقى دي مخططات. ماشي. ازمه واشنطن مع الرئيس السيسي بعد 30 يونيو وهي انها لا يمكنها ان تعطي اوامر على الرغم من انها تمنح المساعدات. اخطر بند موجود ده. يعني احنا بعد 30 يونيو امريكا مش عارفه تدينا اوامر رغم ان احنا بناخد المساعدات. نعم. يعني انت تاخد المساعدات عشان تقول حاضر يا بيه. نعم. انت عشان تبقى يس مان زي ما بيقولوا بالانجليزي. نعم. فطبعا الكلام ده طبعا تعالى شوف رويتر قالت ايه. نعم. تمام. نعم. رويتر قال لك ودي طبعا حاجه في صفنا وحاجه تشرف مصر. نعم. قال لك ان الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد موقفه الثابت ورفضه التام لصفقه القرض. نعم. خش بعد كده. نعم. على يدعونوت احرونوت. نعم. اللي هي الصفيحة الصحيفة الرئيسية في اسرائيل. قالت لك ان مصر تقف حجرة عصرة. نعم. في صفقة القرن. بل واجبرت بعض الدول العربية على اتخاذ موقف. على اتخاذ موقف. نعم. الكلام ده كله يا احمد. نشرح يا فندم. نشرح بقى. اتفضل يا فندم. نتكلم اول حاجة على المعونة. العسكرية. نعم. المعونة العسكرية يا احمد. نعم. بعد ما وقعنا اتفاق كامب ديفيد. نعم.
الرئيس السادات نعم مناحم بيجن نعم الاثنين وقعوا نعم وامريكا بيسموه اي ويتنس شاهد عيان مضوا على العقد نعم ال 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 نقول ايه كامب ديفيد ما فيهاش معونه ولذلك بعد ما خلصنا دي فامريكا قالت والله انت طلعتوا اتنين بتحبوا سلام فهندي اسرائيل 3 مليار دولار دولار كل سنه 3 مليار ومصر مليار و3 من عشرة نعم المعونه دي يا احمد بتجدد كل سنه من الكونجرس لازم تروح الكونجرس وافق عليها نمره 2 غير مسموح انك تشتري اي حاجه من فلوس المعونه دي من خارج امريكا نعم رقم 3 ان الامريكا تقول لك او لا هتشتري او ما تشتريش نعم رقم 4 مفيش دولار بيخش مصر ده الكل دي نعم مع بداية الميزانية بتتحط في وزارة الخزانة الامريكية تحت بند المعونة الامريكية نعم.